السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم برنامج جميل جدا في الايفون. هذا البرنامج اسمه نيكست ناو. هذا يعطيك رقم امريكي خاص فيك، تقدر تسجله في الواتساب وتستخدمه، تقدر تفتح فيه حساب في سناب شات، تويتر، انستغرام، الى اخره من التطبيقات. قبل لا ابدا بالشرح، اتمنى من الجميع يعني الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناه. طبعا البرنامج مجاني في الابل ستور. هذا البرنامج زي ما انتم شايفين مجاني. نفتح البرنامج مع بعض. هنا تطلع لك واجهة البرنامج. هنا يقول لك سجل دخولك عن طريق حسابك في الفيسبوك. هنا تسجيل دخول إذا عندك حساب سابق. هنا يقول لك فتح حساب جديد. نضغط على الخيار الثالث من هنا، تطلع لك هذه الخيارات، تعبيها بالشكل المطلوب. يقول لك هنا سجل يوزر خاص فيك، هنا الباسورد، هنا الايميل. طبعا انا بكتب لكم اي شيء بس عشان الشرح فقط، عشان زي ما عودتكم اختصر عليكم قدر الاستطاعة. هنا نكتب يوزر. طبعا يوزر مو مستخدم من شخص اخر، اذا طلع لك بالاحمر زي كذا هذا يعني معناه هذا اليوزر مستخدم من شخص اخر. انت حاول قدر الاستطاعة انك تختار يوزر خاص فيك وتحفظه عشان ما تنساه. مثلا هذا اليوزر نشوفه مستخدم شخص آخر. نعم مستخدم. نسجل بعد 79. هذا مو مستخدم خلاص. نسجل الرقم السري. طبعا هذا اليوزر انا افتحه بس كذا للشرح فقط، اللي بيستخدم عادي. هنا الايميل يفضل انك تستخدم ايميل خاص فيك عشان اذا نسيت الرقم السري تقدر تسترجع عن طريق الايميل. بسجل اي كلام بس عشان زي ما عودتكم عشان الشرح فقط. بعد ما تسجل اليوزر والباسورد والايميل نضغط على هذا الخيار. بس على فكره يا اخوان، هذا اليوزر والباسورد تحفظه زي اسمك عشان اذا جتك رساله يعني يرسلوا لك كود على الجوال الامريكي، هذا الرقم الامريكي تقدر تشوف الكود عن طريق هذا اليوزر. نضغط على هذا الخيار. تفتح لك هذه الصفحه. نضغط على هذا الخيار من هنا. يقول لك هنا سجل مفتاح الدولة اللي انت فيها. طبعا السعودية 966. يعني كل واحد يعرف مفتاح الدولة الخاص فيه. يعني اذا ما تعرف الدولة اللي مفتاح الدولة اللي انت فيها تقدر تطلع عن طريق النت. طبعا اذا سجلت المفتاح الدولة اللي الخاص فيك راح يطلع لك علم امريكا عادي، ما في اي مشكلة. هنا نضغط على نيكست من هنا. بعد كذا يقول لك تأشر على هذا الخيار من هنا. ممكن تطلع لك صور، لازم تحل لغز الصور. خلاص انا ما طلب مني صور. ننتظر شوي. يقول لك هذا الرقم تسجله بورقة عشان ما تنساه. هذا الرقم الخاص فيك. انا بصور الشاشة بس عشان اشوف الرقم. والحين ابغى اسجل حساب جديد في سناب شات واشوفكم كيف الرساله تجيني على هذا التطبيق. طبعا هذا حساب سناب شات، ستسجيل كمستخدم جديد. هنا تكتب الاسم، هنا الاسم العائله. طبعا اي شيء بس عشان الشرح فقط. هنا التسجيل والقبول، قبول الشروط. هنا العمر، اي تاريخ الميلاد. اضغط على استمر من هنا. هنا يقول لك اسم المستخدم. طبعا اي كلام بس عشان الشرح فقط. اضغط على استمر من هنا. هنا كلمة السر. نضغط على استمر من هنا. هنا يقول لك ما هو بريدك الالكتروني. طبعا انا ما ابغى اسجل بريد، اضغط على تسجيل باستخدام رقم هاتف محمول بدلا من ذلك، يعني بدل الايميل بسجل رقم الجوال. لما تضغط على هذا الخيار يقول لك سجل رقم الجوال، طبعا هو امريكي. نضغط على هذا الخيار من هنا ونختار الولايات المتحده. هذه الولايات المتحده نأشر عليه من هنا. وبعد كذا تسجل الرقم اللي كتبته بورقة قبل شوي. نشوف الرقم بالصور من هنا. هذا الرقم.
طبعا كامل 6 6 2 2 6 3 3 5 3 4. بعد كذا اضغط على استمر من هنا. يقولك سجل الكود اللي ارسلناه على رقم الجوال الامريكي. تروح للتطبيق نفسه البرنامج ونفتح التطبيق هنا، وراح تحصل رسالة جايتك من ال هنا يقولك هل ترغب بالوصول لجهات الاتصال؟ عدم السماح. هذا الكود اللي ارسلوه سناب شات. لما افتح هذه الرسالة من هنا يطلع لي هذا الكود اللي هو 1 5 5 2 3 5، 1 5 5 2 3 5. بعد كذا اضغط على استمر من هنا. زي ما انتم شايفين فتح معي حساب سناب شات جديد ليس الآن، تفعيل الإشعارات ليس الآن. لما أضغط من هنا ونضغط على هذا الخيار من هنا الإعدادات عشان نشوف رقم الجوال هل هو اللي احنا سجلناه ولا لا. زي ما انتم شايفين هذا رقم الجوال الأمريكي الخاص فيك. طبعا الشرح واضح وبسيط جدا جدا، لو شرح طال عليكم شوي، لكن هذه تفاصيل لازم تعرفونها. الحين نتعرف على اعدادات البرنامج بشكل سريع. يعني اي رساله تجيك تسجلها في الواتساب وتسجلها في تويتر وانستغرام راح تجيك هنا. اذا بغيت تسجل خروج نضغط على هذا الخيار، وبعد كذا نضغط على هذا الخيار من هنا وننزل تحت للاخير ونضغط على هذا الخيار وتسجل خروج. بعد كذا يقول لك هنا هل انت متاكد على انك تسجل خروج؟ نضغط يعني نعم يعني للتاكيد. بعد كذا اذا بغيت تسجل يعني دخول بنفس اليوزر، يعني عشان تحصل على نفس رقم الجوال، لا تضغط على الخيار الاخير، اضغط على هذا الخيار وبعد كذا سجل اليوزر اللي انت سويته. وبكذا خلاص اعتمدت هذا الحساب، واي رساله زي ما قلت لكم راح تحصلونها بهذا التطبيق. انا اعتذر منكم اني طولت عليكم بالشرح، لكن اي سؤال او استفسار بخصوص هذا الشيء انا دائما وابدا بالخدمه. اشكركم على المتابعه وفي امان الله.